صباح حبيباتي، سلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكون في احسن الاحوال، كي دايرين مع الصحه؟ عرفت راسي غبرت عليكم، ولكن اش غندير مع الوقت صافي. المهم انا درت معكم واحد الفيديو جديد وواحد البلوك جديد غنشاركو معكم. اليوم غنخرج انا واللي درت خواتاتي، تبارك الله، غنمشيو نخرجو، غنمشيو نبدلو الجو. بغينا نبدلو هاد النهار، نمشيو للبيسين. كاين واحد دريم فيلاج هنا قريبه لينا، فيها كل شيء، فيها حديقه الحيوانات، فيها الالعاب، فيها البيسين، فيها داكشي غزال، بحال شي قريه سياحيه بحال هكاك، وهي غزاله تبارك الله. بغيت نمشي ليها وندي لها ولاد اختي، وبغيت نشارك معكم ونشارك معكم لي ديطاي ديالها، كل شيء ان شاء الله. المهم ها انتم معايا باش تشوفوا كل شيء، تشوفوا حتى الطريق اللي غدير ليها، اللي كتوصل ليها ان شاء الله. المهم ها انتم معايا. كما كتشوفوا حبيباتي، حنا وصلنا دابا لدريم فيلاج، وهو هذا كما كتشوفوا، مازال غندخلوا للبيسين ديالو. يلا دخلنا الدخله، دابا غندخلوا للبيسين كما كتشوفوا. هو هذا دريم فيلاج، ها هما ولاد اختي خواتاتي، كل واحد فين صاده. المهم حنا انتوا معايا تندخلوا. كما كتشوفوا هنا كاين هاد هابي جينجل، هدي الله داروها، زادوها جديده، ما كانتش شحال هادي. كما كتشوفوا هنا دايرين في هاد الحيوانات هكايا، دايرينهم هكا اصنام، يعني غير الواحد اللي بغى يتصور حداهم داكشي، دايرين في داكشي زويون. ليون هوز زعما هذا هو دار ديال الاسد، وهنايا دار عاوتاني ديال تيغر هوز، كما كاتبين هنا ديال تيغر، كاتبين هنا وقيلا كيسكن تيغر هنا، كل بيت فين كيسكن شي واحد ديال الحيوانات. وهنا دايرين لهم الحيوانات اصلا،
كل واحد البيتي ديالو زعما الناس اللي بغي تصوروا داكشي كيكون داك الجو زوين بصراحه. هادو كيكريوهم هادو لي شومبر هادو تزادوهم هاد لي شومبر فاس جيراف فاس هنا. هادا كل شومبر بوحدو هنا لحسب الناس هادو يلا تزادو. هنا كاينين شومبرات يعني الناس اللي بغا يكريو ويجيو يجلسو هنا في هاد القرية السياحية ديال هاد دريم فيلاج. زعما شي حاجة زوينة فيه لاكلين فيه الدوش. راه هنا الفوق كي كتشوفو هادشي يلاه تزاد يعني ما كانش راهي واحد الطاوسة قاعدة عجباتني. هنا كل زعما اللي بغا يجي يكري يعني كتلقى حتى البيت ديالك مكتوبة فيه شنو سميت الحيوان اللي بغيتي تجلس فيه. اما الداخل ديالو عم الله كي غيكون غيكون زوين بزاف. انا كيحسبني ايه ولكن نهضر معايا دابا ولد اختي عاد صحح عليا المعلومه قال لي هنا البيوتها كيكريو فيهم. صراحه زوينين بزاف عجبوني الناس ساكنين كاين هنايا غزالين بصح ما شاء الله. مهم اللي تيسكن بلاصه بعيده وبغى يكري فشي بلاصه زوينه ننصحو يجي لهاد دريم فيلاج فيه بلايص زوينين لي شومبر زوينين يعني تبارك الله ما شاء الله. ها هما الناس هنايا كارين فيه يعني غيكون غزال الداخل ديالو حيت هنا داير بحال شي بيت فيه كلشي دار فيها كلشي غتكون 100% غتكون زوينه. زعما اللي بغى يجي منه في البيسين فيه حديقة الحيوانات فيه شحال من حاجة غزالة زادوها لي جا لي جا بغا يكري ود شي حاجة. المهم هنا ما تيبانش راه هما لي شومبر شوف كيدير داكشي غزال ما شاء الله ما كيبانش مزيان. المهم شوفو كيدير داكشي ما عندناش الحق ندخلو نشوفو هادشي حيت خاصنا نكريو باش بغينا نشوفو يعني الصراحة هادشي غزال. ومازال غنزيد القدام نوريكم كتر كتشوفو هنا. هدا هو لافان ديال هاد البلاصة ديال البيوتا ديال لي شومبر. هدا هو لافان ديالو بصراحة غزال هنايا أم الله. هنايا عشان يزيدو شي حاجة أخرى مزال غنخرجو وغنشوفو. غي بغيت نوريكم هادشي هنايا في الأول في البداية ديال هاد دريم فيلاج ومازال إن شاء الله غدا نزيد نشوفو مع بعضياتنا. المهم هانتوما معايا. هذا هو دريم في هذا البيسين ديال دريم فيلاج كما كتشوفوا. انا حتى دخلت ساعات باش صورته كاين هذا فيه على جوج مرات كاين هذاك كاين هذه بحيره صغيره عاد كاين واحد اخر من لي كاين عاوتاني هادو لي جون عاوتاني كاين واحد اخر عاد كاين واحد اخر من الجهه الاخرى حتى ندخل نوري شو الطبيعة هنا كيف كتكون زوينة. تزحلق عاد كاين واحد اخر هنا حزين بزاف وهنا تسمى الطبيعة. كيبان زوين كيما كتشوف حبوباتي. انا وصلت للبيسين ها هما الدراري ديال خواتاتي كيصوروا داكشي. المهم البيسين زوين بزاف عجبني. انا ديجا كنجي لي انا ولاد خواتاتي يعني
كل صيف كنجيبهم لهاد البيسين، هو زوين بزاف وكالم وفيه شحال من حاجه زوينه، وفيه واحد الطبيعه غزاله بزاف زوينه بزاف. تمنيت حتى نتوما تجيو تشوفوه، حيت بصح فريمون كيستاهل تجيو تشوفوه وتمتعوا حتى نتوما. يعني واخا الثمن ديالو ماشي بزاف، يعني ماشي مكلف بزاف، خاص غير يكون عندكم ترونسبور ديالكم ولا تكريو شي طاكسي ولا شي حاجه باش تكون حتى لهاد البلاصه هادي، حيت زوين دريم فيلاج وجا قريب للشلالات، يعني غزال بزاف يعني زوين. المهم مازال غنزيد نعيشو مع بعضياتنا الاجواء زوينه ان شاء الله. كما كتشوفوا دابا حنا دخلنا للبيسين، بيسين الدنيا عامره شويه حيت اليوم السبت، الدنيا عامرات دابا كنعوم انا ولا خواتاتي. صراحة بيسين زوين، الماء بارد سخون، أجواء زوينة، طلعنا فوق الطابق اللي هيه طلعنا فيهم، غتشوفو في الفيديو كيفاش طلعنا في الطابق اللي هيه. أنسو بلا فيو، أنسو بلا فيو، أنسو بلا فيو، طلعنا أجواء زوينة بزاف، هانتوما تتمتعو معانا. كما كتشوفوا هنا دابا خرجنا من البيسين، غادي نمشيو دابا ندورو شويه هنايا غنخرجو شويه دابا ندورو شويه نكملو الفلوق ديالنا، نشوفو الحيوانات وداكشي والطبيعة اللي كاينة هنا زوينة ما شاء الله. المهم هنا كتبدا المسيرة ديال الحيوانات، غنشوفو جميع الحيوانات اللي كاينين دابا هنايا ديال الحديقة. المهم كان في هاد البلاصة كتكون واحد الزرافة، بدلو حتى البروغرام ديال هاد الطريق بدلو، وقيلا كاينة لتحت. المهم هانتوما معايا تعيشو معايا الأجواء ديال البلوك ديالنا. تبارك الله هاد البلاي زوينين بزاف، عرفتي زيانات هاد دريم فيلا زيانات بزاف هاد الصيف، عاد زادو فيها شي حوايج زوينين عجبوني انا. بعدا شحال من حاجة تزادت في دريم فيلاج، يعني قادوها وتولوها ودارو فيها شي حوايج اللي الانسان يجي يتفوج فيها ويجي يتسالى فيها، يتستحق بصراحة. جيبو واحد يجي في الويكاند يجيب وليداتو يخرجوا يشوفوا المناظر يشوفوا الطبيعة، يعني شي حوايج زوينين بزاف وغزالين ما شاء الله. يعني كننصحكم تجيو تشوفوا هاد المناظر، هاد المناظر خلابة، حتى الوليدات غيعجبوهم غيعجبوهم بزاف. هذا دايرين هنا ممنوع اللمس، انا غادي نلمسو كيبان شجني عند وليداتو هنا قال عند يلاه تزادو عند الوليدات باقي صغيرين واحد الكرنون حتى هو ما شاء الله هادشي زوينين. هنا يدير لهم لي سباس فين يجلسوا، هنا كراسة فين الواحد يستريح، يعني داير لهم اماكن زوينين، وكاينين بلايص اخرين زوينين حتى هما دابا نور عليكم. كتشوفوا هنايا غير الطبيعه والخلا والربيع، كتحس براسك عايش في واحد القريه زوينه تبارك الله. كما كتشوفوا هنا داير بكم غير الطبيعه، غير الاراضي والجبال، يعني طبيعه غزاله ما شاء الله زوينه بزاف، تستحق تستحق. دابا مكانش نطلع لهاد البلاصه هادي باش نزيد نوريكم اكثر، ولكن ما عنديش كي ندير
نقدر نديرها ولكن ما عجاتش. مهم تما هنا شوف شوف شجار داك الشيء واعر. هانتوما معايا ها هو النمر الابيض ناعس لهيه. طيب هنا كاين واحد الزجاجه هنا هذه كتبينش تبينوش ما كنبانوش ليه. هنا كاين شوبيك غنبانو ليه. راه هو ناعس مسكين شبعان وناعس راه هو. النمر البنغالي النمر البنغالي وهذا النمر الببر الابيض الببر تيغر بلون تيغر بلون. راهو ناعسين هذاك اللي ورايتكم قبيله ولا اخر راهو ناعسين ليه جوجهم صاحبين مع بعضياتهم. ها هو جاي عندنا جاي يرحب بينا. هنا تيل أحمر تيل الأحمر كاين هنا الفوق راهو ما فين كاينين ما بينيش مزيان راهو ما نطلع عليهم من هنا باش يبانو لينا مزيان. عاد كاين هادوك راهما دابا نمشيو نشوفوهم. الأسد تا هي بلاصتو هي هاديك هاهما. شوفو فينا شنو سميتو ما دايرينش اسماء ديالهم لا او سبع ما كاينش هذا خير الله. الحلو ما سميتو ما دايرينش كديرا كوش على الكويبا الكويبا واو على الكويبا دايرينا جا هذه الريه الكبرى ناندو تمسك المريقه في كورونا نكون أروي أروي هنا كاين هنا هنا الكنغر الكنغر هو ناعس مجبد حتى هو الكنغر حتى هو مجبد.
فين كاين هذا نيس دل نيس دل دل نيس دل دل هو داير بحال هذاك سميتو هذا القنفذ حتى هو عنده دوك الشويكات داير بحالو هنا القاموس الامريكي شفتو هنا معيزات 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 كويتك كويتك على معيزة اي شحال زوينة كويتك 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 اجي مامي اجي اجي واحد يشدك يخطفك ويهربك اجي مامي اجي 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 مامي اجي هذا القاموس الابيض الامريكي تاعنا الابيض راهو واحد كبير تبارك الله زويون راهو فين مخزون مخزون علينا مخزون ايه عجبوني هاد المعيزات صغيرين جديد زويون هادو بحال روميين ماشي ديال البلاد ياك هادي لا لا ماشي ديال البلاد كبيرين زويونين هنا راهم الزرافات فين حاولوا لهم بلاصتهم راهم الزرافات والحمار الوحشي الزرافات والحمار الوحشي شوف الطبيعة شحال زوينة عجباتني تبارك الله نعامة ناعسة هنايا نميلونج من الحيوانات كما كتشوفو هنا جينا حدا الزرافات داكشي تبارك الله المنظر زوين ما شاء الله يعني بزاف بزاف شحال من حاجة هنا كاينة زوينة نشاركها معاكم وكما كتشوفو خليناهم كيعوموا في البيسين وجيت انا وخاصه نكملوا الجوله ديالنا مع بعضياتنا المهم كاين الناس هنا تا هما كيتصوروا وداك الشيء اجواء زوينه بزاف بزاف انا خرجت غير بحوايج اللي كنت نعوم بيهم يعني بحال ناس عائلات وناس وبلاصه محترمه يعني ما تخافوا من حتى شي حاجه كاين لوقر والدنيا زوينه بزاف والله داك المنظر زوين تشوف الطبيعة زوينة ها انتم معايا تكملوا معايا الجولة حتى الآخر جينا بلاصة الحمار الوحش بلاصة الفروسية هنا تلاقينا مع واحد الحمار الوحشي تبارك الله ولكن الكلب رجليه باغي يضربني هذا هذاك كيضحك باغي يضربني او ماي جاد خلاني هو وحشي ولكن مش وحشي هو مالك حبيبي مالك شو هذا الخيل زبين هذا اوه ماي جاد نود 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 شو هذا الخيل واعر هذا واعر هذا زبين
قالك بعد مني. قلت لي بعد مني. الله يبارك فيك. شنو كاين هنا؟ احنا غاديين ندورو نوريو الفروسيه. هذا زوينين هاد دوم منقطين. كما كتشوفوا هنا مازال زايدين في هاد القرية السياحية حديقة الحيوانات، زيدين فيها شي لعيبات غيديروهم، يعني شي حوايج زويونين. مازال هي كبيره يعني بصح الواحد يجي يتمشى فيها. ان شاء الله المره الجايه غنجيب ليها الوالده ما جاتش، لا زعما ني جبتها ليها، كنجي غير انا ولاد خوتي باش كنت ندوز في البيسين وكنت سالا شويه. غير المره الجايه ان شاء الله غنجيب ليها الوالده. هي فات يعني واحد يتمشى مع راسه. ديك البلاصه راه هي الهي فين كيتمشاو يلعبوا الخيل. كنت ديجا ركبت على الخيل هنا في هذه البلاصه، صراحه زوينه فيها هي. هذه البلاصه اللي قلت لكم هنا فين كانوا دايرين الزرافات، في هذه البلاصه هذه بدلوها ما بقاش دايرين فيها الزرافات، داروا فيها هاد اللعيبات. في ديك البلاصه اللي كنا وريتكم ديال الزرافات يلا داروها لها جديده. هنا داروا فيها ماها ابو حرام. اريوكس 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 ماها ابو حرام. هلا فين كانت الزرافه؟ حيدوا لها هاد البلاصه، داروا اداوها لهي. وهنا فين داروا ما أبو حرب. أي سلام. راه هذيك البلاصة فين كيترينيو الخيل، كيلعبو الخيل، راه هي. ولهي عاوتاني كاين سبع ليون أغيوس. المهم ها هي البلاصة فين كيلعبو الخيل. دابا مكينش مكين حتى شي واحد يلعب الخيل. انا ديجا كنت لعبت قبل واحد المره جيت هنا كنت ركبت على الخيل، ما دابا ما جايش جوال نركب عليه. ديجا كنت شاركت معكم ديك الخرجه ديال فاس وكنت ركبت ليكم على الخيل. انا كنحمق على شي حاجه سميتها الخيل، كيعجبني بزاف. صافي وريتو لكم وصافي وريت لكم صافي كيف جلسوا الناس تيتفرجوا على وليداتهم هما كيركبوا على الخيل. راه هي بلاصه الخير، غنمشيو نشوفوها ضروري. ما جينا جينا غنمشيو نشوفوها. المهم هذه هي البلاصه كما كتشوفوا كبيره تبارك الله. تركب على الخيل وكيخليك هذاك المونيتور ديال الخيل كيخليك تمشى على خاطرك، يعني تلعب فيها على خاطرك. شوفوا هنا كي دايره من هنا من تحت، تما فين كيستراحوا الناس وكيجلسوا اللي كيجيب شي حاجه كتخلص حتى هو باش كتركب مع شي 100 درهم ولا ما نعرف بشحال. ها نتوما ها هي اللي كتركب. هما
الناس راكدين على الخيل. وهنا هاد البلاصه اللي كيتصور عائلات كتشوفوا ليها الناس ديال بحال الشكل فاش كنت في الباس في إفران كاينين هادوك المساحة كبيرة تبارك الله. يلا نمشيو للبلاصة ديال السبوعة كاينين لهيه البلاصة صافي نشوفو السبوعة ونطلعو باش حيت باقي متغديناش ونكملو ونكملو الأجواء ديال البيسين حتى هو مازال باقي غنحط غنمشي نجلسو نتغداو ونوريكم الاجواء ديال الغدا حتى هو وعاد نكملو العمان ديالنا وباقي حنايا باقا العشيه طويله هي كبيره تبارك الله كبيره بزاف يعني اللي بغات يتمشى راه ما يتمشى مع راسو ديال لابو او بايسو ما كانش دايره تاع بايس ولا كان اش كيدير هذا يلعب لابو إد وين هو قاعد؟ وكان فتح بزاوية الجاست تولدوا فيها كنا ما يولدوا يشوفوا فينا ايه 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 طب البن هذا هو الفينيش ديال البلاصه هذه
شوفوا دابا هنا حنا صافي سالينا وغادي نخرجوا دابا غادي نمشيو لهنا صافي سالات الوقت ديالنا داز الوقت زوين ما شاء الله كما تشوفوا حبوباتي حبابي انا صافي حنا سالينا غادي سالينا هذا البيسين ديالنا والحويجه ديالنا والبلوك ديالنا صافي نزل زوين. المهم هذا هو داز الوقت زوين نتمنى نتوما تعجبكم كيفما عجبنا حنا دوزنا واحد الفلوق زوين تبارك الله ما شاء الله كلشي وريتو ليكم كلشي دوزتو عشتكم كيفما عشنا حنا عيشتكم معنا. المهم نتمنى من الله يعجبكم ما تنساوش تدعموني بلي لايك واللي جديد في القناه ديالي دير ابوني فعل الجرس وما تنساوش تدعموني لي لايك لي لايك ولي كومونتيرات زوينين بحالكم وشكرا لكم بزاف وبقاو ديما اوفياء معايا ديما كنقولها لكم بقاو اوفياء معايا يلا خليتكم على خير تسنوني فيديو اخر ان شاء الله باي باي